ناصية الحلم الكروي وقف أسود الأطلس بقطر، زأروا بمواهبهم وقتلوا في المستطيل الأخضر للمونديال دفاعا عن القميص المغربي، فكان لهم أن حققوا إنجازا تاريخيا وصنعوا بروح العائلة والفريق ملحمة كروية أسعدت الصغير قبل الكبير، ودخلوا تاريخ الساحرة المستديرة من أوسع وأعرق أبوابه. نهاية محطة ما هي إلا بداية لمراحل أخرى تعد بالكثير. المحطة القادمة ديال كأس أمم إفريقيا غتكون سنة 2023 بالكوت ديفوار، وآنذاك المغرب مطالب ب يعني الصراع والتنافس على بالشراسة على اللقب الإفريقي حتى أنه يكرس المكانة العالمية على المستوى الإفريقي، وهذا هو أكبر ورش يعني سيكون من ضمن الاهتمامات الخاصة سواء بالإعلام المغربي بالجمهور المغربي وأيضا بالمسؤولين على مستوى كرة القدم، ناهيك أيضا على تثبيت يعني الأنظمة الهيكلية الخاصة بالاحتراف على المستوى المحلي. في أقل من شهر ذاع صيت الكرة المغربية وتجاوزت شهرتها كل الحدود، نجوم السياسة ومشاهير الرياضة والفن وملايين عشاق الساحرة المستديرة شاركوا المغاربة فرحتهم كل على طريقته. إبداع الرياضي تتجاوز أصداؤه رقعة الميدان. اليوم الثمن اللي يمكن اديه باش يوصل للمغرب يعني لهذ الملايير من المشاهدات يتقدم الثمن اللي هو مرتفع جدا، وبالتالي اليوم غنقلبوا على واحد السياح يوم غير تقليديين، كل ما يتعلق باوروبا الشرقيه امريكا اللاتينيه ودول اسيويه اللي هي غير معروفه بالنسبه للمغرب. كذلك الامر الثاني هو كل ما يتعلق يعني بالطلب الداخلي، بحيث ان الاسر المغربيه استهلكت ما يقارب واحد 5 مليار او 6 مليار خلال 3 أسابيع الماضيه، كل ما يتعلق بالمقاهي بالمطاعم. شكرا أسود الأطلس، شكرا وليد الرقراقي، شكرا لكل من ساهم في صنع الحدث وغير من العقليات وأثبت للعالم أن المستحيل ليس مغربيا. ذاك لسان حال كل عاشق للساحرة المستديرة. نهاية سعيدة لحلم بدأ صغيرا وانتهى أكبر مما كان متوقعا، رحلة حبلى بالرسائل والمشاعر الإنسانية التي ستلهم الكثيرين والتي ستغير من شكل ووجه الكرة مغربيا عربيا وإفريقيا. فدوى المرابطي، قناة الغد، الرباط.